السلام عليكم، معكم دبي فيديو. الآن عندنا تصوير كيفية تصنيع ورق البسطيلة. كما تلاحظوا العجينة هذه كيفية الورقة التي تكون. الآن نبدأ مع الشحن. نأخذ كرة ديال العجين، الأساس المحضر مع الطحين وماء وملح. عجينة عادية، تتم العملية ديالها الدقيق والتمليل ديالو، ضروري الزيت والورق التوريق باليد، ضروري خدمة يدوية 100%، ولازم تكون مهارة وخبرة. نتمنى هاد الوصفة تعجبكم، غادي في الأخر نديرو استجواب صوتيا مع الشيف يعطينا الطريقة، ولكن المرة الجاية غادي يكون جاهز باش يحضر لكم صورة وصوت. الآن كيعاني من معكة صحية بس كيتكلم غير بشوية، عندو التهاب في اللوزيتون تيهضر. الآن ناخدو الورقة كيما كتشوفو، كذلك كنضغطو على ديال البسطيلة بحال هدا، هدا كيما كتلاحظو. أنا مازال غنزيدكم الثانية والثالثة باش تتأكدو 100%. نتمنى أنكم تحضرو على الفيديو كيما كتلاحظو. دابا هي جهزت، غنصور هاد الصحن ديال ستانلي ستيل ويتغلف البلاستيك باش متنشفش. هما كتعرفو ناخدو ورقة أخرى كندهنوه، كنبردو باش متخرج ونشوفو. كناخدو هاد الكويرات لي تم التجهيز ديالها سابقا، كترتاح نص ساعة قبل. بعدين دابا كنخدموها بهاد الطريقة هادي. كنتمنى جميع المتفرجين في قناة دبي فيديو يستافدو من هاد الطريقة ويرتاحو، لأن النتائج مضمونة بالنسبة لورقة البسطيلة أو الباسكري أو البريك بالنسبة للمطبخ التونسي وجميع المغرقات المملحات. انتم اختيارات ديالكم، I hope you like it. كما كتلاحظوا الآن مبقاتش كتبان العجينة ولا تشفافة مع الورق. الآن كندوزو لمرحلة الطبخ، لهذا كنديرو على حساب هاد النحاسة لي كتكون على نار هادئة جدا جدا جدا، كون في الطبخ مكتعداش مدة الطبخ دقيقة أو 30 ثانية. إذا سقطتكم في الورق ضروري تسكيلو بيديكم، الهدف هو انك تطبخ متبقاش عجينة باش متقطعش او لا تتمزق في اللف. ومدة الطبخ مكتعداش كما كتلاحظو 10 ثواني 15 ثانية. الان غادي ناخدو من زاوية اخرى طريقة التحضير. كنطبو الورقة الى كان الزيت فيها بزاف، كندهنو غير الزيت مخلوط مع الزبدة اللي بغا فيها عندنا هوم، ولكن زيت مائدة عادي كوكين اويل في الطبخ خاصو يكون زيت كثيف شوية. والطحين كذلك من انواع ماركات الفاخر موجود في مدينة دبي الامارات. انا جربنا جميع انواع الطحين، الدقيق المستورد من المغرب ممتاز. هنا عندنا الطحين ديال المطاحن الكويتية هو اللي كاين، او الفاخر اللون الازرق، يعني صراحة كتقطع وصعب جدا او بالوراق ما يمكنش تجيب. لازم كما كتلاحظوا الان طريقة واحد ثلاثة اربعة خمسة ست ثواني سبعة ثمانية تسعة عشرة. الوجهة الاولى ست جوج ثلاثة فجوني باش ما يبقاش فيها ملل، تسمع عشرة ثواني منطقة. وانا كنبدو نحطو ونقيهم. والآن ندوزو للكويرة الثالثة باش مرة أخرى نزيدو تسرع. هاد المرة الشاف غيديرها غير بشوية كما كتلاحظو، كيتم الترقيق باليد محاولة عدم
لو انكم استمتعتوا بطريقه تحضير ورق البسطيلة باستري، ونعتذر منكم عن هذا الازعاج في الهاتف. الان ما بعد ما تم طبخ او تجهيز الورقه على المقلاه، نقوم بوضعهم وحده فوق وحده باش خلاص يكونوا مدهونين بالزيت. هذا كما كتلاحظوا مطبوخين، كيتحللوا بسرعه ما كتكسروش، هذا هو الاساس. هانتوما كديروهم ويمكن لكم تحطوهم في الفريغو لمده اسبوع عادي او حتى اكثر، لان اساسا ما تعطلوش بهم بزاف، خليهم هكا. هانتوما كما كتشوفوا، وهذا النوع ديال الورقه غير موجود اساسا في السوق الا الا درتو بهذه الطريقه. كما كتلاحظوا شوفوا الشفاف، هانتوما الاصابع كيبانوا من تحت. ها شوف ما كاينينش، عندك اللون الابيض ديال الدقيق غير موجود بتاتا. وغادي نوريكم من بعد المرحله هذه تحضير بعض الحلويات كالمحمشة او البريوات على حسب الحشوة اللي موجودة عندنا في هذا الفيديو. كنتمنى انكم تشاركوا وبارطاجيو انا دبي فيديو، من الان فصاعدا غنبقى تقدم لكم وجبات او وصفات على ايدي الشاف محمد من دبي، كذلك من امود بيكري مخبز امود في دبي. كما كتلاحظوا دابا غادي يتم وضع جميع القطع وحده فوق وحده باش تكون جاهزه للحشوه او الاستعمال، ونخليوها فوق الثلاجه او في الفريغو مجمد، ونلتقي في المرحله المواليه. وشكرا. السلام عليكم، رجعنا مره ثانيه. دابا جهزنا الحشوه اللي غنديروا بريوات او حمشاء او ما شابه. ناخذ الورقه هكا كتسطوا على المقص أو زوج كيتقسمو، خلاص هاديك نخدمو على نفس الورقة اللي تم عليها الطول، ورقة مشمع باش يكون ساهل. بغينا نوريوكم الورقة من بدايتها إلى المرحلة النهائية، يعني الجوانب اللي الحشوه ديال اللوز نكاتين كما كتلاحظوا شفافه جدا، خامس بوسيبل انكم تحطوا هذه الورقه هذه في السوق. هذه فقط صنع مخبز امود لا غير في دبي. هذا هو كنانط كما كتلاحظوا الحشوه كتكون هنا داخل، ونزيد وحده اخرى في الاخر. نوصلوا للمرحله النهائيه من المشاهدين الكرام ديال قناه دبي فيديو، طريقه استعمال الورقه المصنوعه مجهزه قبل دقائق. نمشي لغير الفيديو كما كتلاحظوا شفافه جدا وفي نفس الوقت سميكه، اللي ما كتثقبش لا تخرم كما كتلاحظوا. الطريقه تم خدمتها سلسه كلير الشاف ديال الحلويات. ونخليكم مع المرحلة النهائية لما يجهزوا جميع القطع. الآن كنعتذروا على الدازوج اللي كان، لأن كان مكيف كما كتلاحظوا المكيف مركزي عندنا في المخبز، بما أن الشروط الصحية ضروري يكون كل شيء ستانلس، ممنوع الخدمة على الخشب ولا شي حاجة. دابا المحنشة هي كما كتلاحظوا كدار طويل باش تجي داك الدور الحالة زوني أو تعبان، تسمى المحنشة بالنسبة للحنش اللغة الدارجة المغربية. يعني كتلاحظو خيط طويل مغلف كامل، ودابا غادي تبدا العملية ديال اللف على دائرة ما شاء الله، والشف أو الحشوة كتبان من برا، وبعدين كتلصقوها كتدخل الرجل ديال الاساس. كتلاحظوا حنا غادي نقربو نشوفو الحشوة كي كتبان، ونزيدو وحدة أخرى لأن مازال عندنا حشوات أخرى. نتمنى هاد الفيديو ينول الرضا ديالكم.
الان غادي تشوفوا الطريقه ديال تحضير المحشي مره اخرى. كناخذ الحشوه كنديرها طويله على شكل قضيب طويل او عود طويل. نحاول ما كنديروا المزج بين اللغه الدارجه المغربيه واللغه العربيه باش جميع الجمهور يفهم. نوي ميك محنشه نيم اوف سويتيز محنشه وميك رول وبوت فيلين الموند حشوه من اللوز والزنجلان والسمر العربي المسكر حرة مع الزهر وقرفة وسكر طبقة تحت العسل. الآن كما كتعرف الطريقة ديالي في المحنشة وداك الزوائد كتشرب ونقص ومن الآلة هاتي الأول ملعقة. الآن كما كتلاحظون المحنشة ديالنا هي هادي، الأساس هو الورقة كما مدينا معكم من الأول. كما كتلاحظوا ممكن واحد هذه الورقة هاد العجينة كتولي ورقة كنزيدو لها الحشوة ديالنا هادي وفي الأخير كتولي هاد الطريقة هادي. ومن بعد فيديو آخر طريقة قلي المحنشة وتعويمها بالعسل. وكنشكركم، كنتمنى لكم الاشتراك بالقناة ودوبي فيديو، وشكرا جزيلا.